باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في آخر حلقة النهاردة من برنامجنا خطوة بخطوة في الطريق إلى الجلجسة، وموضوع حلقتنا النهاردة هو الساعة 12، ساعة دفن السيد المسيح له المجد. نبتدي بأحداث الساعة، وهنسمي الحلقة دي بيوم التكفين. عايز أقول الأول إن التكفين واجب. يعني إيه التكفين واجب؟ الحقيقة التكفين كان فيه كرامة وإعطاء مجد وإعطاء كرامة للمسيح له المجد اللي اتألم من أجلنا، لأن هنا هو المسيح بعد 33 سنة وتلت وهو في العالم أظهر حبه للجميع، وبعد ألماته الكثيرة اللي شفناها لما رفع على عود الصليب بان اتضاعه وبان صبره وبان محبته وبان لطفه وبان ازاي انه ما ردش على اهانة من الاهانات باي حاجة غلط، لم يوجد في فمه غش، بان حبه لصليبيه وحبه للكل، وبان كلامه الجميل مع الكل قدوس بلا عيب. فهنا عند موته كان واجب التكفين. لما نيجي بعد كده النقطة اللي بعدها، يوم الميلاد ويوم التكفين. يوم الميلاد المسيح جه محدش دري بيه كتير، واتولد في مكان بسيط جدا، مكان بتاع الفقراء، وتلف وتحط في مزود بتاع بقر. لكن في يوم التكفين كان واجب ان يكرم. هيكرم منين غير من احبائه الاغنياء والفقراء؟ يمثلوا الكنيسة كلها، كرموا المسيح في يوم التكفين، لفوف لفائف ويوسف الرامي ونيقوديموس حطوا حنوط بسرعة كده هوت على جسد المسيح، وحطوه في بستان وفي قبر جديد حطوه فيه وحطوا حجر عليه. فهنا هوت كان فيه نوع من التكريم للمسيح، والتكريم ده صادر من الكنيسة كلها، فقراء وأغنياء. عايز أقول حاجة ثانية، إن الأغنياء والفقراء بيشتركوا في تكفين الجسد المقدس. وهنا الأغنياء هنا هوت هم أغنياء مش في الفلوس، لا، الحقيقة الأغنياء والفقراء هم أغنياء في الإيمان اللي ثبتوا للنهاية خالص. كان يظن إن الأغنياء هنا هوت خايفين زي نيقوديموس او زي يوسف الرامي، لكن ان هو ظهرت محبتهم وغناهم، غنى ايمانهم وحبهم للمسيح له المجد. لما اتجرأ يوسف الرامي وراح لبيلاطس وطلب الجسد، ولما اتجرأ نيقوديموس اللي جه للمسيح في الظلام اتجرأ مع يوسف الرامي وقاموا بدفن المسيح له المجد، مع ان هم لازم كانوا يتعرضوا لليهود فيما بعد. بعد كده النقطة اللي بعديها عايز أقول إن حنوط التكفين صارت ذخائر للأجيال. الحقيقة الحنوط اللي اتحطت على جسد السيد المسيح له المجد مش هي اللي كانت هتكرم المسيح أو هتديله رائحة. الناس بتعمل كده مع الأموات، لأن الأموات هيتغير جسدها وبدل ما تطلع ريحة وحشة منه. لكن الحقيقة هنا هوت الحنوط دي خدت من جسد المسيح بركات، وخدت نعم عظيمة جدا من جسد المسيح لأن لمسته. وهذه الحنوط صارت فيما بعد نعمل منها الميرون المقدس اللي بيحل به الروح القدس، واللي بتستعمله الكنيسة على مر الأجيال بنعمة ربنا لغاية يوم المجيء التاني. لما نيجي للمزامير اللي في هذه الساعة نلاقي في أكتر من مزمور، أو الواحد يقول جعلوني في جب سفلي في مواضع مظلمة وظلال الموت. في الحقيقة لما حطوا المسيح في جب سفلي نور القبر، يقصد القبر أنار الظلام في مواضع مظلمة وظلال الموت اللي بيتحط فيها الأموات. وراح الجحيم نزل لأقسام زي ما بيقول الأرض السفلى، ونزل للجحيم لأن دي كترمز للجحيم الكلمة دي، وطلع اللي ماتوا على رجاء ونقلهم وحررهم من قبضة إبليس علشان ينقلهم للفردوس
وطبعا كان معاهم اللص اليمين. بعد كده المزمور اللي بعده يقول: إن سلكت في وسط ظلال الموت فلا أخاف من الشر لأنك معي. هللويا. إن هو حول المسيح للمجد، الموت اللي كان مرعب ومجهول لعدم خوف وثقة، لأن المسيح هيبقى معايا. اجتاز هذا الطريق قبلية وفتح لي سكة بحيث أعدي هذا الموت وأروح للفردوس. فده رجاء لكل واحد فينا، إن سلكت في وسط ظلال الموت، كل واحد يقول لنفسه كده، فلا أخشى من الشر لأنك معي. هللويا. المزمور اللي بعده، وده مزمور فيه لحن طويل جميل جدا، مزمور اللي هو بيكسرونوس اللي بنقول فيه: كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. عايزين نعترف به نهوت وهو في حالة انفصال روحه عن جسده، هو الله برضو اللي له كرسيه أو عرشه إلى ظهر الدهور. قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، هو الله اللي بيحكم بالحق، ملك الملوك ورب الأرباب. يور المر والميعة والسليخة من ثيابك. هللويا. إنك تستحق التكريم، يعني المر والميعة والسليخة من ثيابك يستحق كل تكريم، وده موضوع هذه الساعة. ندخل في الأناجيل. الأناجيل الأربعة اهتموا بالعمل يوسف الرامي وكشفوا عن هذا الرجل. فنلاقي في إنجيل القديس متى الأصحاح 27 من آية 57 لآية 61 يقول: ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة. يبقى رجل غني بيحكي عليه، من بلد اسمها الرامة، عرفه من هو، اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذ ليسوع. كان تلميذا ليسوع، كان في علاقة بينه وبين المسيح، كان في حب، التلمذ على المسيح، آمن به، صارت في تعليم المسيح حياة جواه وإيمان جواه، وكان هو أيضا تلميذ ليسوع. فهذا تقدم إلى بيلاطس، تقدم بالحب طبعا، وتقدم هنا هو معرض نفسه، هيعرض نفسه المشاكل مع اليهود. تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، اتجرأ أن يطلب جسد يسوع. هنا الأغنياء، هنا هو بيستخدموا الوزنة بتاعتهم، شهرته، معرفته، فده حاجة تفرح كل الأغنياء اللي هم تلاميذ للمسيح واللي هم أبناء للمسيح. تزعلش أن احنا نتكلم ساعات عن الغنى بأن المال أصل كل الشرور، لكن لأ، المال ما يسويش حاجة قصاد غناك اللي جوه، غنى قلبك اللي جوه. بالعكس، المال اللي معاك هيبقى وزنة وبركة حلوة. أيها الأخ الغني، صحيح الإنجيل في وقت من الأوقات اتكلم عن الشاب الغني وعن ناس تانية أغنياء معتمدين على أموالهم، لكن لو أنت غني من جوه، ثق إن غناك المادي هيكون بركة. يقول: فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي، جاب كتان نقي عشان يكرم بالمسيح. يا ما أغنياء عطوا عطايا جميلة جدا بحب، لأنه كانوا أغنياء في إيمانهم وحياتهم، وبنوا كنائس وعملوا حاجات كتيرة للمؤمنين، لكل جسد المسيح. يبقى لفوا بكتان نقي ووضعوا في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة. يبقى القبر بتاعه هو. يا بختك يا يوسف الرامي، ويا بخت الغنى بتاعك كان وزنة جميلة. قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، واضح ان عمل قبر نحته وعمله بطريقة جميلة. وفضل هذا القبر، كل اللي بيزور القبر المقدس بيروح القبر الجديد بتاع يوسف الرامي اللي فيه المسيح له المجد، واللي صار اسمه يخص المسيح مش يوسف الرامي. يقول: ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. طبعا هنا استخدم الناس اللي معاه وعنده امكانيات. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الاخرى جالستين تجاه القبر. هنا الثلاثة دول، مريم المجدلية ومريم الاخرى وسلومة، دول كانوا ساكبات الطيب اللي كانوا جالسين أمام القبر منتظرين
الحبيب بتاعهم، يبقوا معاه لآخر لحظة لما اليوم ينتهي، ياخدوا بعضهم ويروحوا عشان يجي أول ما السبت يخلص يجوا تاني ومعهم الحنوط ويحنطوا جسد المسيح، لأنه حسوا إن الدنيا كانت سريعة جدا. بعد كده عايزين نتكلم عن يوسف الرمي من خلال إنجيل بقية الأناجيل. فبحسب بشارة القديس مرقس يقول عنه إنه مشيرا. يعني إيه مشير؟ يعني عضو بارز في مجلس السنهدرين شيوخ اليهود، رغم ان المجلس فيه ناس كتير صرفوا غلط من ناحية المسيح وطالبوا انه يصلب ويموت، لكن هناوت الله له شاهد في كل مكان، زي ما بيقول كده الإلية أبقيت 7000 ركبة لم تنحني البعض، ويقول عنه منتظرا لملكوت السماوات. هنا بيعبر هنا انه كان راجل مؤمن ومنتظر للملكوت بتاع المسيح ومؤمن بالكلام، يبقى منتظرا لملكوت السماء. وبعدين يقول عنه انه كان جريء، انه هو ايه ازاي الكلام ده. ولما كان المساء اذ كان الاستعداد اي ما قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرام مشير شريف. شريف يعني له عضو بارز وله كرامة كده ومحترم، واحنا قلنا مشير يعني لانه عضو في مجلس السنهدرين شيوخ اليهود السبعين، وكان وهو أيضا منتظر ملكوت الله. فتجاسر، خلي بالكوا كلمة تجاسر جراءة، جرأ ربنا اديله نعمة، ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. يا بختك، ادينا ربنا كلنا نحن نكون عندنا جراءة في الحق وفي الحب. بحسب الإنجيل لوقا بيقول عنه إذ رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا بارا، بيوصفه بالصلاح وبالبر. رجل صالح بيعمل خير، كان متعود على الخير ومتعود أنه يعمل صلاح. الصالح ده اللي هو خير ومحب. هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم. يبدو أنه شهد في مجلس السنهدرين، شهد علنية أم شهد أم كان في قلبه من جوه، لكن سواء كده أو كده لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم. وهو من الرامة مدينة لليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت السماوات. يبقى القديس لوقا وصفه أنه رجل صالح وبار، وأنه لم يكن موافق لرأيهم ولا إيه ولا عملهم. لما نيجي إنجيل القديس يوحنا الحبيب لقيه بيتكلم، بيضيف مع القديس يوسف الرامي نيقوديموس اللي جه للمسيح وهو رئيس في إسرائيل أيضا، وليلا وكان لسبب الخوف من اليهود لكنه كان تلميذ حتى لو كان في ضعف. فهنا ابتدى نيقوديموس يتشجع ويأخذ موقف، يصبر ربنا على الضعفة والبسطة، ويجي في وقت من الأوقات يتقوى ويأخذ موقف. فبيقول كده ثم أن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع. يبدو أن إيه زي ما نقول هنا كان إيه كان خفية اللي هو يوسف الرامة. فأذن بيلاطس فجاء وأخذ الجسد يسوع، وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا. بيفكرنا به إنه روخر كان خايف، وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منة، جايب معه أطيابه. فأخذ جسد يسوع ولفا بأكفان مع الأطياب كما لفوا جسد يسوع. بيبقى لف زي حلزوني استوانة كده، زي بيلفوا من فوق لتحت، وحطوا الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان. يتكلم عن القبر الجديد والبستان، ويقول وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط. فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. تدبيرات الله أن المسيح للمجد يتحط ببستان حتى ما تخرج الحياة من المسيح للمجد، يخلي حياتنا كلها بستان ومثمرة. الحياة تخرج، كلمة بستان دي يعني في أشجار. ولو نفتكر أن أبونا آدم اتحط في الجنة في وقت وقاته أشجار مثمرة، غير كلمة وعر. الوعر يعني غابات ما فيها الثمر، لكن البستان
بيبقى في حد بيهتم بيه، في أشجار مغروسة فيه. فالمسيح غرس في البستان، غرس لكي ما يصير حياتنا بستان، غرس بحياتنا عشان يصيرها بستان ونكون مثمرين كلنا. هناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. آخر حاجة يمكن أشرنا لها بس نشير لها تاني، حاملات الطيب دي جت في إنجيل القديس مرقس، وكانت مريم المجدلية، مريم أم يوسي. احنا قلنا مريم دي أم يعقوب ويوسي ويهوذا ويمكن سمعين، مع مريم المجدلية تنظران أين وضع. وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وواحدة ثالثة اسمها سلومة حنوطة اللي يأتينا وتنه. هنا بقى ايه يوم بيتكلم على بعد السبت لما راحوا عشان ايه يكفنوا المسيح. طبعا المسيح كان قام في الوقت دوت، كان قام لما جم يوم الايه، لما جم يوم الحد. فعلا ما اجمل هذه الساعة، لان الساعة دي ساعة التكريم، عشان كده الكنيسة بتهتم بهذه الساعة وبتعمل الدفنة، بنجيب ورود كثيرة والورود دي نخلطها بحنوط، وازاي ان احنا بنكفن بيها صورة دفن المسيح ونحطها، وبعد كده بناخد هذه الحنوط ناخدها بركة لينا، رمز للبركات اللي طلعت من جسد المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين. ربنا يدينا بهجة قيامته ويدينا أفراح القيامة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين.